بكم مشاهدي عين على البرلمان من داخل مجلس النواب، نتابع فعاليات ما يدور داخل البرلمان حول مبادرة لتنشيط السياحة. معنا حول هذه المبادرة النائب سعد الجمال، عضو دعم مصر ورئيس هذا الائتلاف السابق. برحب بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. خليني اسال حضرتك مباشره عن طبيعه هذه المبادره لفكره تنشيط السياحه. السياحه في مصر طبعا خلال الفتره الاخيره تعاني الكثير، كيف تنظرون الى هذه المشكله وكيف تنظرون الى المبادره المطروحه يعني؟ هو طبعا عايز بس اصحح لك ان انا عاقد هذا الاجتماع المشترك مع لجنه السياحه باعتباري رئيس لجنه الشؤون العربيه. وأنا يعني بتكلم عن السياحة البينية العربية. ففي ظل طبعا ما نعانيه من تراجع السياحة على المستوى العالمي، وطبعا ونحن نعلم أن السياحة أحد أهم أنواع الصناعة اللي هي في العصر الحديث، وأن الدول بتتسابق سواء كانت الدول المتقدمة أو النامية في تنويع يعني الجذب السياحي إليها، لأن هي لها بعد اقتصادي أولا، لأنها ترتبط بالعديد من الصناعات المرتبطة بالمنتج السياحي حتى يخرج هذا المنتج، هناك عديد من الصناعات المرتبطة به. أيضا فضلا عن البعد الاقتصادي لها بعد سياسي وبعد ثقافي وبعد تربوي وبعد اجتماعي. وحينما أتكلم عن السياحة البينية العربية أتكلم عن سياحة بين دول ترتبط بروابط يعني غير موجودة في أي تكتل جغرافي أو إقليمي، روابط اللغة والتاريخ والدين والثقافة، وهذه الروابط العديدة وتعطي أيضا تعطي أهمية على ضرورة الاهتمام بالسياحة البينية العربية. طبعا احنا بنعلم ان احنا عانينا من بعد ثورات الربيع العربي وبعد الانفلات الأمني اللي هو حصل في سواء عندنا أو في أي دولة من الدول العربية، كان هذا الكلام أثر على السياحة على المستوى العالمي وبالذات على المستوى العربي. فإحنا بنتكلم وداعيين السيد وزير السياحة والسيد وزير الطيران علشان نعرض عليهم مدى أهمية هذا الموضوع، سواء أهميته من ناحية البعد الاقتصادي أو أهميته أيضا من ناحية أنه يعني وسيلة من وسائل تدعيم الروابط بين الشعوب العربية في مرحلة نحن أحوج ما نكون إليها. ف نسأل حضرتك يعني لماذا السياحة البينية العربية؟ حجم السياحة العربية في الفترة ما قبل حدث الطائرة الروسية هل كان يعني يمثل قدرا من نسبة السياحة المعقولة في مصر لهذا فكرة دعم السياحة من خلال دعم السياحة البينية العربية الآن يشغل لجنة الشؤون العربية ولجنة السياحة في البرلمان؟ أنت تعلم أن هناك منظمة عربية ومنظمة السياحة العربية، وأنه الاهتمام زي ما بقول بالسياحة العربية في وقت إحنا بنعاني فيه من بعض التحذيرات للدول الغربية لمواطنيها من السياحة في مصر، فيعني علينا أن نتجه إلى الدول الشقيقة والدول التي نرتبط بها بروابط تاريخية وروابط جغرافية وروابط ثقافية ودينية وإلى آخره. هذه الدول التي نادى السيد الرئيس التي يجب أن تكون في ظل هذه التحديات وظل هذه الظروف قوة واحدة تجمعا واحدا يثبت أن له مكان بين التجمعات على المستوى الدولي سواء الإقليمية أو التجمعات دون الإقليمية. فإحنا بنهتم بهذا الموضوع علشان خاطر طبعا أولا لبعدين، البعد الاقتصادي أولا ثم البعد أيضا السياسي والعلاقة بين الدول العربية. هل من المطروح يا فندم، هل من المطروح أن يتم مناقشة ملف صناعة السياحة بشكل عام؟ طبعا السيد وزير السياحة شرفنا وحاليا وصل وأهلا به، والسيد وزير الطيران المدني أيضا والمرتبط عمله بالسياحة
سيكون أمامنا وسنطرح عليهم هذه الرؤى لنستمع ما هي جهود الوزارات وما هي رؤى الوزارات نحو دعم هذا النشاط. آخر الأسئلة فندم حول الاشتراطات الأوروبية اللي كانت متعلقة بالمطارات والاشتراطات الأمنية، هل هذه الاشتراطات الدولة كانت جادة طبعا طوال الفترة الأخيرة في تحقيق هذه الاشتراطات؟ الدولة طبعا كانت جادة جدا، واحنا شفنا حينما رحنا شرم الشيخ وتنقلنا ورحنا بعدها الأقصر وشفنا الاحتياطات الأمنية على يعني أعلى مستويات العالمية بتتخذ دلوقتي في المطار في تفتيش سواء الأشخاص أو أي محتويات تدخل إلى المواني الجوية، وطبعا هذا الكلام يدعو للاطمئنان. إنما هناك أحيانا تكون هناك تحذيرات لأغراض سياسية في الغرب، نحن نتكلم مع الأشقاء الذين لا يوجد بيننا وبينهم أي تحذيرات. شكرك سيادة اللواء سعد الجمال. شكراً. هذه إحدى الآراء المهمة لهذا الاجتماع المرتقب داخل البرلمان حول تنشيط السياحة البينية العربية، هذه الأجواء وإليكم مرة أخرى. حضر فيه وزيري الطيران ووزير السياحة وتمثلت فيه لجنة السياحة ولجنة الشؤون العربية. مزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع وحول النقاشات التي دارت في هذا الاجتماع معنا من داخل مجلس النواب النائبة صحر طلعت مصطفى. مرحب بك يا فندم. أهلا يا فندم. حضرتك طبعا رئيس لجنة السياحة في البرلمان، ما سمعتي النهاردة في هذا النقاش حول سبل تفعيل السياحة العربية؟ وسمعنا كمان من وزير السياحة أنه قدم بريف للجنة أو مختصر بالموقف من السياحة العربية للجنة السياحة. يعني أنا أحب الأول أن حضرتك تطلعين على طبيعة السياحة العربية والخطة الحكومية الموجودة لدعم السياحة العربية. هو طبعا لسه معالي الوزير مديني التقرير، فلسه هيتم قراءته ودراسته في اللجنة، فهدي الحقيقة البريف ده بعد طبعا ما اطلع على التقرير. لكن اللي احنا شايفينه في الاجتماع ده، اولا ده اجتماع مثمر جدا، اجتماع مهم لانه ربط ما بين السياحة، يعني السياحة في تخصص السياحة العربية، وطبعا ده انا شايفة نوع من السياحة مهم جدا لقرب المسافة بينهم، لقرب الثقافة بين الشعوب العربية. فإحنا جديا لازم نعمل على زيادة عدد السائحين العرب اللي هو معروف بحبهم لمصر، يعني دايما تلاقيهم كله بيتفرج على أفلامنا المصرية، كله يعني مصر لها وضع جذب الأسهل يعني. بالضبط. فاتكلمنا في كذا نقطة، اتكلمنا ازاي السائح العربي ده محتاج ايه، وأرجو ان احنا هنعكف على دراسة احتياجات السائح العربي وازاي ان احنا نقدر نوفرها عشان يتم زيادة اعداد السائحين العرب. اسمح لي يا فندم، الموقف دلوقتي فيما يتعلق بالسياحة بشكل عام، يعني احنا طبعا تعرضنا للانتكاسة بعد أزمة الطيارة الروسية، وزير السياحة النهاردة بيقول ان الأرقام مبشرة او الأرقام في 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 تزايد ملحوظ، يعني حضرتك شايفة ازاي تصريح الوزير بهذا الكلام؟ في تزايد طفيف ودي خطوة إيجابية، لكن طبعا مش ده اللي احنا عايزينه. احنا بنأمل ان يكون في زيادة في الأعداد اكتر من كده بكتير، بس انا شايفة انه في بعض التفاؤل، فاحنا برضو مستمرين في محاولاتنا، مستمرين في متابعة الوزارة، مستمرين في احنا هنبتدي نركز كمان في موضوع التشريعات ونشوف ايه القطاع السياحة او الطيران محتاجه من تشريعات ونبتدي نشتغل فيه على طول. خلينا نعرف من حضرتك كمان يا فندم اهم التشريعات المفروض تقدم من خلال لجنة السياحة. وزير السياحة اتكلم عن السياحة العلاجية محتاجة قانون، التسويق محتاج قانون، اهم المشروعات اللي ممكن تبقى جاهزة النهاردة او يجب ان تكون جاهزة للعرض على البرلمان. هو احنا لازم نبتدي ونفكر جديا في قانون السياحة الموحد، هو ده يعني اللي نبتدي ونشوف بقى كل ما يخص جميع القطاعات، نبتدي نشوف تأثير ايه التأثير او ايه التشريعات اللي هم محتاجينها للنهوض بكل قطاع على حدة. وزير الطيران كمان كان موجود يا فندم في هذا الاجتماع. هنعرف من حضرتك برضو الحديث عن مطاراتنا بشكل عام والاشتراطات الاوروبية، وطبعا السياحة الاوروبية هي الشريحة الاكبر في السياحة المصرية. يعني كنا بنتكلم عن اهمية السياحة العربية، لكن السياحة الاوروبية
هي الشريحة الأكبر. اشتراطات الأوروبية اللي كنا بنسمع عنها في الفترة الأخيرة وسبل تأمين المطارات والآليات، هل لجنة السياحة كانت يعني بتتابع هذا الموقف مع وزارة الطيران الفترة اللي فاتت؟ لجنة السياحة والطيران بتتابع جميع ما يدور من أحداث سواء مع وزارة السياحة أو وزارة الطيران. طبعا كل حاجة احنا مطلعين عليها، وبيطلع البيانات وبتجيلنا بيانات بالكلام ده في اللجنة، وكل الحاجات دي موجودة في أمانة اللجنة لأي عضو في البرلمان. الجديد فيها فندم، الجديد فيها احنا الاشتراطات دي عاملة ازاي، واحنا تقريبا اوفينا بقد ايه من هذا الاشتراط؟ اوفينا تقريبا بجزء كبير جدا، وده كمان كان واضح خلال لقاء كنت في الوفد المرافق للسيد رئيس المجلس دكتور علي عبد العال. قابلنا رئيسة الاتحاد الفيدرالي الروسي في البرلمان الدولي في جنيف. رئيس المجلس كان واضح ومحدد في تقريبا معظم المقابلة في امتى هيرجع الطيران وبالتالي ترجع السياحة من روسيا. السيدة رئيسة الاتحاد الفيدرالي اعربت عن التعاون اللي موجود ما بين الجانب المصري والجانب الروسي، واحنا انا شايفة ان احنا خلاص قربنا قوي. السيد وزير الطيران النهاردة اعلن انه الاجراءات خلاص هتنتهي بحدود 15 في الشهر الجاي 15 ديسمبر، فأنا متوقع على بداية العام إن شاء الله أن تسمعوا أخبار حلوة. خلينا نسأل هيك آخر حاجة بس يا فندم عن المبادرات الخاصة اللي البعض بيعملها زي رجال الأعمال زي أصحاب الفنادق في شرم الشيخ، هذه المبادرات الخاصة إلى أي مدى أنت راضية عن دفع وزارة السياحة لدعم هذه المبادرات سواء داخل مصر أو خارجها؟ لا ده عايز بقى حوار لوحده، فخلينا. لكن بص، هو أي مبادرة للنهوض بهذا القطاع اللي هو يعني تعرض لمأساة في الفترة اللي فاتت، طبعا لازم المبادرة تكون بشروط معينة بحيث أنها لا تؤثر على صورة مصر. فأي مبادرة بتكون إيجابية وبتوضح وبتعطي صورة إيجابية لمصر احنا معاها. أي مبادرة فيها أي جوانب سلبية طبعا مش هنقوم بتجنب. يبقى صح. طلع بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ميرسي. هذه رؤية وجانب من الجوانب المهمة التي نوقشت داخل هذا الاجتماع لمناقشة عودة السياحة العربية البينية إلى مصر وسبل تحفيزها مرة أخرى. هذه الأجواء، وإليكم مرة أخرى. الإعلامي الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، برحب بك فندم. أهلا وسهلا. نسأل حضرتك مباشرة يا فندم عن هذا الاجتماع الدائر الآن الجديد فيما يتعلق بتعديلات قانون التظاهر، هذا القانون الذي أخذ جدلا كبيرا وأخذ حدا كبيرا من النقاش داخل المجتمع المصري ربما خلال الفترة الأخيرة. ربما لدينا أكثر من مشروع مقدم الآن نحن بصدد مناقشته تفصيليا، مشاريع بتقترح بعض التغييرات حول مكان التظاهر، حول عقوبة التظاهر وغير ذلك من الأمور. وأعتقد أن حجة الكثير من الزملاء أن قبل الحديث عن أي تعديلات في قانون التظاهر علينا أن نقرأ قوانين التظاهر في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في فرنسا، في أسبانيا، تلك القوانين التي يتشدق بها البعض ويعتبرها يعني يعتبر هذه البلدان واحة للديمقراطية. أتصور أن القانون المصري الحالي والساري حتى الآن هو من أفضل قوانين التظاهر، لأنه يحدد مكان المظاهرة، يحمي المظاهرة، يتعرف على موضوع المظاهرة، يضمن سلامة الآخرين، المنشآت، الشوارع، المواصلات وغير ذلك من الأمور من خلال الدعوة المسبقة قبلها بثلاثة أيام لتحديد موعد المظاهرة ومكان المظاهرة وأسماء المتظاهرين وغير ذلك من الأمور. لكل ذلك الحقيقة طبعا يمكن أن تجرى بعض التعديلات البسيطة على القانون الحالي، ولكن يعني أنا شخصيا شايف أن هذا القانون الموجود حاليا قانون مثالي في كل شيء وقانون مطلوب في هذه الفترة التاريخية المهمة. احنا فترة طويلة جدا كان ممنوع التظاهر من الأساس، الآن أي إخطار بتتم الموافقة عليه باستثناء الاختيارات المتعلقة بالأمن القومي والمتعلقة بتحركات جماعة الإخوان. وعشان كده المجلس يمكن في الفترة الراهنة بدأ يعيد النظر في كثير من الأمور متعلقة بحماية الأمن القومي، من بينها قانون الجمعيات الأهلية اللي احنا بنناقشه الآن واللي النهاردة إن شاء الله تكتمل مناقشته امبارح، يعني وافقنا على 39 مادة. اليوم ربما المواد الأكثر إثارة للجدل.
معلش انا اسال حضرتك كمان، يعني وحضرتك بتتكلم عن قانون التظاهر، انا عارف ان حضرتك متقدم بمشروع اخر عن قانون الاعلام، يعني هذا القانون ايضا من القوانين المهمه للجميع منتظرها. نعم بالفعل، يعني توصيه مجلس الدوله كما تقدمت بالمشروع، وهي فصل موضوع الاعلام عن الهيئات الثلاث. نحن لدينا في الدستور ثلاث مواد مهمه ومتعلقه بالاعلام، ماده 211 وهي متعلقه بانشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ماده 212 متعلقه بانشاء الهيئه الوطنيه للصحافه، ماده 213 متعلقه بانشاء الهيئه الوطنيه للاعلام. ضمن المواد الدستوريه تنشا الهيئات على ان يؤخذ رايها في قانونها، فكيف سيؤخذ رايها وهي مش موجوده؟ يبقى لازم انتهي الاول من انشاء الهيئات الثلاث ثم بعد ذلك اخذ رايها في قانونها. طبعا توصيه مجلس الدوله جاءت مع هذا الامر. تم فصل القوانين الثلاثه عن قانون الاعلام، يبقى احنا هنتقدم باربع مشاريع قوانين، هنبدا بالثلاثه بتوع الهيئات ثم بعد ذلك يتم مناقشه قانون الاعلام. حضرتك يا فندم بتقول انه يعني من ملامح هذا المشروع، مشروع القانون المتعلق بالاعلام، هو فصل الهيئات والمؤسسات الاعلاميه بالسلطات الثلاثه المختلفه؟ نعم، سيكون هناك لدينا قانون باسم الهيئه الوطنيه للصحافه، قانون باسم مجلس الاعلى للاعلام، قانون باسم الهيئه الوطنيه للاعلام، وقانون متعلق بالموضوع والضوابط اللي هي موجوده. لكن الثلاثة دول لازم ينشأوا أولا وفورا، ولا حتى تخضع لرقابة البرلمان؟ لا، أي رقابة للبرلمان، يعني احنا بنطلع قوانين تعتمد من المؤسسات الإعلامية. لا يعني طبعا مسألة تبعية الملكية دي مسألة تانية، يعني تحدد محددة في القانون، والمهام والصلاحيات المتعلقة بالهيئات الثلاث محددة أيضا في قوانينها. وعشان كده احنا نقدم كل مشروع حوالي حاجة و30 مادة. يتعلق الكلام اللي سمعنا عنه انه ما يتعلق بتأسيس القنوات الفضائية تحديدا ونسبة 10% من رأس المال، هذا الشرط ربما يكون قيد كبير، ده ربما في مشروع القانون المقدم من الحكومة، هل مشروع قانون مقدم من حضرتك يتلافى هذه المسألة؟ لا، يعني احنا الموضوع المشروع المتقدم مني هو الهيئات، الكلام اللي حضرتك بتكلمه ده في القانون نفسه، فأعتقد ان هذا الموضوع يثير جدل كبير الآن، وأتصور ان احنا هنوصل الى حل فيه يرضي ملاك القنوات وفي نفس الوقت يرضي الرأي العام، لا نريد احتكارا كاملا، وفي نفس الوقت أيضا نسبة 10% يعني نسبة ضئيلة وضعيفة، فحنناقش هذا الأمر. هل مشروعات القانون يا فندم كمان زي ما بنتكلم على الملاك، مشروعات القانون المتعلقة بالإعلام سترد على مطالب العمال في مجال الإعلام والمهنيين في مجال الإعلام في تأسيس نقابة وغير ذلك؟ في نقابة للإعلاميين بنناقش قانونها الآن. ما يتعلق ببعض القضايا الأخرى أيضا هنناقشها قانون الموضوع، لكن النقطة العاجلة اللي أنا بقول لحضرتك عليها الآن والتي يتوجب الانتهاء منها لنفتح نقاش أيضا حول مشروع القانون الموضوع هو الهيئات. عندما تكون لدينا هيئات ستكون الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة، ستتمكن من إجراء تغييرات على الفور. عندما يكون عندنا الهيئة الوطنية للإعلام هيكون لها دور فيما يتعلق بمسبيره إذاعة التلفزيون. عندما يكون لدينا مجلس أعلى لتنظيم الإعلام هيتعلق بالإعلام في الصحافة والفضائيات كلها، مش بس فقط اتحاد الإذاعة والتلفزيون. لذلك نحن نسرع الخطى، لأنه الحقيقة الأوضاع الإعلامية والصحفية أوضاع صعبة، وكثيرون قد اشتكوا من زملائنا وتأزموا، والوضع الحالي وضع غير قانوني، يعني مجلس أعلى الصحافة موجود بشكل غير قانوني لأنه فاقد صلاحية حتى أن يغير رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير، وأنت تعرف أن هناك مشاكل كبيرة وكثيرة داخل المؤسسات الصحفية. تصور حضرتك عن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام هتبقى عاملة إزاي؟ هتشكل إزاي؟ يجب أن يتم تشكيلها إمتى في رأيك؟ يعني هو المادة والتحديد المادة 7 في الهيئة الوطنية للصحافة على سبيل المثال بتشكل الهيئة الوطنية للصحافة من عدد من الناس، 3 يختاروا مجلس نواب، 2 مثلا تختاروا مجلس نقابة وغير ذلك من الأمور. ده هيصعب من المهمة، ولذلك النص اللي أنا مختلف معاه مع الحكومة أو مع المشروع المقدم هو إنه يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للإعلام من 13 عضوا من ذوي الخبرات الصحفية
أو الإعلامية في الحتة الثانية والقانونية والإدارية على أن يصدر الرئيس قرارا بتسمية رئيس الهيئة. ده هيراعي فيه السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد التركيبة اللي موجودة، يعني هيكون في ممثلين عن الهيئات المختلفة المعنية بالصحافة أو معنية بأن يكون لها دور فيما يتعلق بقوانين الصحافة أو بالأمور الإدارية في الصحافة. فندم، هل مشروع قانون المشروعات المقدمة فيما يتعلق بالإعلام والصحافة، وحضرتك صحفي طبعا وأستاذنا كلنا، هل هذا القانون سيحتاج إلى لجان استماع داخل البرلمان؟ لا، هو طبعا الحقيقة حصلت لجان استماع قبل كده، وتمت على مدى سنتين لجان استماع وهيئات، وطلب مجلس الدولة من الجهات المعنية أن تقدم تقاريرها فيما يتعلق برؤيتها لهذا القانون. ففي عندنا يعني حصيلة مناقشات هنستغني بها عن هذا الأمر. سيادة النائب مصطفى بكري، خلينا نسأل حضرتك كمان عن ما يتعلق بالمحاكمات الرياضية النهاردة في مصر، صحيح بعيدة عن مجال الإعلام، النهاردة بتناقش اللجنة التشريعية بالإشراك مع لجنة الشباب، وحضرتك موجود في هذا الاجتماع، فكرة المحاكمات الرياضية، عايز أبص لهذا الموضوع من زاوية شغب الجماهير، هل هذا القانون سيرد على فكرة شغب الجماهير وبعض الجماهير المنظمة اللي برز دورها ربما حتى على ساحة السياسية في الفترة الأخيرة؟ يعني هذا الموضوع وارد في مناقشة القانون، القانون أنت بتكلمني لسه بيتناقش، وبعتقد أننا هنحط كل الضوابط المناسبة لحدوث انضباط سواء ما يتعلق بمحاكمة أو غيره فيما يتعلق بأحداث الشغب. مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا، ألف شكر. شكرا. هذه إحدى الأراء المهمة من داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الإعلام والعمل على تفعيل الهيئات المختلفة في الصحافة، في مهنة الصحافة ومهنة الإعلام وغيرها من الموضوعات. هذه الأجواء، ونشكركم على حسن المتابعة، وإليكم مرة أخرى. طرش المية بقواعد صارمة عليا وعلى الجميع، مش عليا الواحد ولا على واحد، بدون تفرقة وبدون استثناء. اللي بيعمل مشاكل في البلد وبيبوظها الاستثناءات، طالما في قواعد هنحطها هتتطبق على الكل، وأنا أول واحد تطبق عليا، وطبقوها عليا على أي، ما يبقاش حد كبير في تطبيق القواعد، وإلا هنبقى كلنا في أزمة، وساعة لما نحصل أزمة كبيرة هنقولوا طب أنتم ما عملتوش ليه؟ أنتم ما خدتوش إجراء ضدنا ليه؟ ما قلتولناش ليه؟ إحنا بنقول أهو إحنا عندنا أزمة مية، لو سمحتوا كلنا نتكاتف ونحل الأزمة دي مع بعض، نحلها إزاي؟ إن كل واحد في مكانه يشتغل، كل واحد يبقى عنده وعي، كل واحد يوعي الناس اللي معاه، مش كل واحد هيطلب طلب أنا هبقى عندي القدرة إن أنا أجيبه. طيب انا الغرامات بتاعه الرز اللي سيادتكم بتطلبوا بيها، طب الراجل اللي التزم وما زرعش رز هكافئه ازاي؟ انا كده بكافئ المخالف. طب اللي التزم هكافئه ازاي؟ يبقى انا بشجع كل واحد بعد كده يخالف، لما خلاص ما السنه الجايه هنزيل الغرامات، السنه اللي بعديها. ده قرار مش في ايدي، وضميري مش هيريحني ان انا ارفع غرامات عن حد مخالف. المخالف يتحمل نتيجه مخالفته وهو عارف انه مخالف. لا، مش مضطر. طب الراجل اللي ما زرعش دوت أكافئه إزاي؟ حضرتك قول لي إزاي أكافئه؟ أنا ما إحنا عرفنا المشكلة ولا ما عرفناش؟ يعني إحنا لسه مصرين إن هي ما فيش مشكلة؟ إن إحنا ما عندناش مشكلة؟ ده في دول عندها مطر ومنعين زراعة الرز، في السودان منعين زراعة الرز، ليه؟ لأنه بيستهلك مية كتير. طب أنا عندي مية قد المية، عندهم مطر وعندهم نهر وعندهم كل الإمكانيات، وقال لك لا إحنا مش هنزرع رز عشان الناس ما تعودش على كده، ها؟ ويعمل مشاكل بعد كده. طب انا اللي ما عنديش ميه اشجع الناس واضغط علشان ازرع رز، يبقى انا عندي مشكله. لو انا كنت غلطت قبل كده ما عنديش استعداد اكرر الغلط ده واكمل فيه. ما انتوا بتحاسبونا على اخطاء 30 40 سنه فاتت، المشاكل بتاعه اللي حصلت في بعض الحاجات، يعني بعض القرارات متاجله من سنه 99 لسه بناخد فيها قرارات دلوقتي. يا اما اواجه واقول لكم الحقيقه وانتوا بقى تتحملوا المسؤوليه، نتحمل المسؤوليه كلنا مع بعض، يا اما خلاص ما نسيبها بقى كده تمشي والناس تضرب في بعضيها ويتخانقوا على الميه والميه ما توصل لهمش. طب ممكن اكمل بس بقيت أكمل لان هي في الاستفسارات اتقالت كتير. في برضو الجزء بتاع المحطات الميكانيكا والكهرباء، انا حابب الدكتور مصطفى وهاني بيرد على الجزء بتاع الري. هرد طبعا.
ما احنا السيول احنا قلنا في مجموعه مشروعات مخططه اتعرض. احنا عندنا خطه والخطه شغالين فيها في اعتمادات سنويه اتعرض في مجلس المحافظين اللي فات متطلباتنا. احنا بعتنا لوزاره التخطيط ووزاره الماليه ومجلس الوزراء احتياجاتنا علشان ننفذ المنشآت اللي هي الدراسات بتاعتها جاهزه. بالنسبه للسيول طلبنا 2.9 مليار جنيه هيخصص، لسه لم يخصص بعد، هيخصص فور التخصيص. هندي للهيئه الهندسيه، كنت قاعد امبارح مع اللواء كامل الوزير بنناقش الموضوع دوت، ان احنا الهيئه الهندسيه هتخش 900 مليار في الميزانيه بتاعه السنه دي فور تخصيصهم. الهيئه الهندسيه تنزل تشتغل في كل المنشآت الجايه. بعد كده بقيت ال 2.9 مليار ان احنا نركز ان هي التنسيق، وانا مع الوزراء زملائي في المجلس هنركز يبقى فيه الاجتماعات المستمره عشان التنسيق، ومع المحافظين بحيث ان هو تفعيل المجلس التنفيذي بتاع المحافظات يبقى ليه دور في التنسيق بين الوزارات، لان كل الوزارات ممثله في المجلس التنفيذي دوت. طب لو تسمح الدكتور مصطفى على الجزئيه بتاعه الميكانيكا. عشان عايز اعلق انا وهنختار ثلاثه من الساده النواب، ولو سمحتوا بقى ما دام في اداره للجلسه نلتزم بيهم مش كده يعني؟ هنعقب بس برضه بالبروتوكول البرلماني وضوابط الجلسه لو سمحت. كلكم قامات كبيرة وكل الكلام هنعقب بس على كلام سيادة الوزير. ثلاث نواب على أكثر من يعني الغربية واحد، الدلتا واحد، ما البحيرة والدلتا واحد، والصعيد واحد. الحقيقة يعني زي ما السيد قال على السنة الجاية إن شاء الله كل المحطات الهيئة الهندسية شغالة
54 للمحطات الجديده اللي هم الخمسه الجداد زائد 648 مليون، هنخش تقريبا فيما يقرب من مليار و200 مليون جنيه هيتصرفوا خلال سنتين دول. اللي خصص من صندوق تحيا مصر كام؟ صندوق تحيا مصر خصص حوالي 700 مليون. تمام. ودول الجاري التنفيذي يعني لم يحضروا والدوله. ثواني بس يا دكتور مصطفى، احنا الفلوس ديت مستخدمه وبنستخدمها والمشاريع جاري تنفيذها، بس يعني دي برضو معلومه لحضراتكم تبقوا عارفينها كويس. تمام. يعني عايزين بقى وعايزين يشتغلوا كميات الفلوس لما تدفع دولار، كميه الفلوس المحدده او المخصصه للمحطات ما بقتش كفايه، فطلبنا ان صندوق تحيا مصر الزياده عشان يتوازن مع بقيه السبع محطات المملكه. ما في اربعه هي لسه اشتغل فيهم، لما ارتفع السعر التعاملات بتاعتهم او التعاقدات بتاعتهم زادت، ففي ثلاث محطات اللي هي ابن صرف والقلعه ورئيس دول مرحلين يتناولوا الفلوس ان شاء الله. في محطه تفطريا يمكن دي يعني بنقولها بالمصلحه عندنا، عباره عن محطه كانت موجوده محطه جديده معموله سنه 88 98 احنا المحطه القديمه اللي جنبها دلوقتي بنعملها كامل تجديد، رغم ان احنا المحطة الجديدة الموجودة كانت تصرفاتها أكبر من القديمة وانتهت خالص القديمة، احنا دلوقتي طرحينها ب 123 مليون جنيه وإن شاء الله فتح المصاريف بتاعها يوم 15 12 قريب. شكرا. تعقيب يا سيد الوزير، بالنسبة للسيول النهارده بيت هي خير، عايزين نستفيد منها من حاجتين، الاستفادة الأولانية نمنع الضرر عن الناس اللي هو الوقاية من دلوقتي، وإحنا قلنا في بداية الجلسة ان الحكومه بعد ما حصل 15 يوم في سلاسل البحر الاحمر وسيناء في يقظه الدوله، ماشي كلام كويس، لكن الميه المهدره دي المفروض نعمل لها. لا طب انا دكتوره كريمه لو سمحتي ممكن تعرضي الصور بتاعت السدود اللي مليانه ميه؟ ما انا عارف. طب يعني في اتفضل اللي هي المهمه يعني عندنا لو سمحت الصوت لو سمحت الصوت لو سمحت الصوت عندنا دلوقتي من كرم الله بيكون عندنا فقر مائي وظروف مائية صعبة، طب ربنا أكرمنا بالمطر وبالسيل اللي أكتر من المطر، يعني المطر ده بينزل مطر كتير وبيخزن ورا الجبال، المفروض نعمل من الآن خزانات زي ما طلبنا من سعادتك قبل كده 150 مليون جنيه لمحافظة المطروح عشان تخزن المياه بتاعت الأمطار بتاعت محافظة المطروح وتستغل المياه النقية دي في زراعة المحاصيل الصيفية. كلام كده مظبوط سعادتك؟ في نفس الوقت عايزين نعمل برضه نفس الوقت خزانات في سلاسل جبال البحر الاحمر ونسيج، لان مياه كتيره لو سمحت يا عم مياه كتيره ربنا انعمنا بيها ربنا بيعوضنا، لان مصر ضربت بتاعها بس احنا لغايه الان مش عارفين نستغلها صح. خطه الوزاره خطه محترمه واحنا نشرف بيها، لكن عايزين دقه اكبر من كده بالنسبه للمياه المهدره، انا بعتبرها المياه دي مياه مهدرة ومياه نقية هتصلح لها تستعمل استصلاحات بالنسبة للأراضي في الدلتا بالأخص في محافظة مطروح والبحيرة وفي سلاسل البحر الأحمر والسين. الحتة الثانية بالنسبة لإخواننا بتعود البحيرة، عتبنا على وزارة الري، ده عتاب السنة اللي مات زمايلنا كنت مضمون معاهم العتاب في الوجاهة والأصول البرلمانية الغربية. حاضر يا سيدي الغربية. تمام يا سيد الوزير، ان المفروض يبقى في تنسيق بين الوزاره، احنا مش محتفظين بنقول ظروف الماء المياه الموجوده معانا المتاح كذا، ماشي مفيش مشكله، نقعد مع بعض كبرلمان كوزاره ري وجميع الجهات المختصه بموضوع الميه والزراعه نكمل يا باشا، ما تتكلمش انت بتتكلم انا بريحك وبقول صح، بقول من جواك بس بقول صح، سيبنا اقول بعد العقبه انت. فسيادة الوزير عتبنا على وزارة الري، وزارة محترمة كان المفروض يبقى في تنسيق زي ما قالوا زمايلنا رواد الأرضية بين الوزارة ووزارة الزراعة، النهارده عندك كذا كمية مية محددة يبقى كان المفروض في محافظات ما تتحرش، يبقى التنسيق مع البرلمان ونقعد نناقش مشكلتنا مع بعض، أدي المية المتاحة وأدي الكمية اللي عايزين نزرعها مثلا كان 1000 هكتار، مظبوط كده يا محمود؟ وبناء عليه سعادتك يبقى في ترابط بين الوزاره وبين النواب عشان ما يحصلش الغلط اللي هو حاصل دلوقتي. وشكرا سياده الوزير، وهناخد ثلاث نواب بس عشان الجلسه، هنستمتع بالنواب الغربيه واحد. طب هي
في السدود اللي مليانه هي واحد بس اثنين انا مين في حد مين في كويتين حماس وبعد شفت بعد وبعد كده عصابين تمام احنا كلنا مصر احنا كلنا مصر بس هنسمعك بعض عشان تبقى فيها العالم بس المهم معلش يا دكتور كل واحد فيها بس عشان كل حاجه بتعملنا فيها عشان كل حاجه بتعملنا عشان ما نبقاش كده في بس شكرا شوف اللي جنبه يا باشا قلنا احنا مع الوزير كلنا في مركب واحد بس احنا كمحافظة الوطنية مش عايزين نحس بالظلم لان في مثل بيقول اذا عملنا الظلم صار عدل دي شارع محافظة تحرمني من زراعة الرز ولكن المحافظة اللي جاي من زراعة الرز الفلاح هناك ما ياخدش غرامة وانا في الغرامة وبعدين العلم حضرتك غرامة الرز على الفلاح سبب اساسي ورئيسي اللي خلى الفلاح ما يبنيش الشحوم الرز بتاعه. دي بس نقطه جانبيه. انك ما تعملوش غرامه وتيجي تقول انا هاخد منك الطن ب 2000 جنيه. دي قصه ثانيه من الجميل فيها بقى. سياده النادي شانو غطى حته احنا لازم نعيد النظر في خطه زراعه الرز. شركاء مع بعض. بالنسبة لحضرتك أنا من قرية اسمها دلبشان ملك كفر الزيات الأرضية. البيت على ترعة اسمها النعناع مش عارف حضرتك سمعت عنها ولا لا. ترعة دي بالنسبة لي. الترعة دي احنا كنا مشاهدين. الترعة دي أنا بقالي سنة وبتاع الترعة ما نزلهاش نقطة مطر. لأن احنا نعتبر في عمليات الترعة. إدارة الرأي بتاعتنا في المنوفية. المنوفية آخر حدودها في مية. الغربية إحنا ما بنوصلناش مية في الترعة خالص. ترعة الأربعين. طب إحنا بنزرع رز. بنزرع رز يعني المدى العالي على طرقات التوزيع. ما بنحطوش مية في الترعة ولا مية في ما تغرمناش. ما هو أنت ما بتحطليش مية أصلا. واخد بالك من ده؟ وبعدين انا راجل في الغابه زراعه الرز بيستهلك ميه كتير في الميه اللي بتروح فين؟ بتنزل تاني بتنقل الارض دي القصه صار الاول يعني اعتمدنا النهارده على المياه الجوفيه مش على النيل المياه الجوفيه على فكره مصدرها النيل برضه نعم المياه الجوفيه مصدرها النيل مصدرها النيل النيل؟ اه لا اقول لحضرتك حاجه احسن من كده تعرف ميه المياه الجوفيه النهارده بقت ايه؟ بقت مجاري انا اللي عملتها اقول لك بالراحه الميه الجوفيه النهارده اللي احنا بنشرب منها مجاري دي حقيقه خلي بال حضرتك وفي نقطه بقى بالنسبه لكلام المسلمين لان انا بقالي سنه بقول لك خلي احنا عندنا مصرف اسمه مصرف تمشوان جاي برضه بالمنوفيه المنوفيه دي قدرنا يعني المصرف ده محمل كله مجال واحنا بنحط فيه المجال بتاعي ده نهايته فين؟ في مدينه كفر الزيات على النيل وانا خدنا المحافظ ونقول له اتفضل يا معلم محافظ ميه مجاري بتصب النيل مباشره بقى لها كام سنه 30 سنه ولا حياه للمنطقه تصريف 6 جنيه في مصر بتقول للصب مجاري مباشر في النيل تعمل له ايه؟ يعني متحوس وبعد منه 2 كيلو وحاطط مياه شرب. شكرا يا مهندس. لا بحكم الخليل. لا بحكم الخليل. اللي ما تكلمش يا عصام ده افتي افتي. ما تكلمش بقى. لا لا اسمها حضرتك. سيد سيد بعد تحية السادة النواب المحترمين أنا بحر الأحمر وطبعا سيادة الحاكم اللي حصل بحر الأحمر ومجال الأسياد معلش بنص برمى يا ريت سيادتك يعني يتم التفعيل بسرعة في حتى إبدأ
فكرة امبارح كان في لجنة من الري والطرق والمحافظة وخدوا قرارات على الطبيعة. ممكن دكتورة كريمة تقول ايه اللي حصل امبارح فيما يخص البحر الاحمر؟ اتخذ اجراء يعني؟ لا لا وانا لا هننفذ باذن الله. اللي بيقول ان الخالق ما بيخافش صناعه النص محصول النص اساسه مش سلاح صناعه مديره في البلد. النهر لسه نص مضطر مضطر لسه بظروف ارض بظروف ارض ومش مش ظروف ارض. احنا بنقول شكل توسيع البلاد خريطه توسيع البلاد ده في كل ساعه شكل الرئيس وزاره النهارده عيد الخريطه بتاعت توسيع الميه عشان شكل البوليس مخالف ايه ومش مخالف ايه. الرص خدناها عشان تستعرض بالنسبه للفلوس. بالنسبه للميه احنا لازم نعمل ثقافه على الفلاح ان احنا عندنا فقر جاي ننبه الفلاح لهذا الكلام. وعندنا حاجه ثانيه انا ما عدتش على الدرع النهارده خالص. النهارده دلوقتي بجيب الشرب وجايب شويه العدس من فوق خلاص على ليه؟ المجال المائي في الجمهوريه الكامله اللي حضرتك بتعمل خطه لتطهير المجال المائي على الاقتصاد الجمهوريه. لما تفتح الميه توصل بسرعه وتكملها عندها بسرعه. انما كل الترع وادي جديد وعفش كلها بايظه يعني عشان الميه تتفتح بتاخد 48 ساعه. ليه عملية التطهير؟ ما عادش بتيجي زي زمان. كان زمان كل شوف في تطهير دلوقتي مفيش تطهير نهائي ودي مسؤولين وزاره الطاقه. فده انا بس رديت على المشكلتين بتوع سياده اللي بيقولوا المخالف اللي ما خليش اللي يكافئوا ودعا على الميه طلعوا يكون ان احنا سهرنا
لو ينفع وأشكرك سيادة الرئيس السيادة السادات فضل عبد الرحمن معلش فضل عبد الرحمن يا سيد النائب الرئيسي احنا كلنا متضامنين مع الفلاح في رقم حاجتين اسمعني بس لحظه واحده كده ما دام هنجيب نقطه بتاع رقم واحد رفع القرار عن الفلاح بتاع مهارات الرز دي واحد اثنين التقسيم العادل للمحافظات في صلاح طرز خلينا بالكلام الهادف على طول ولا كلام كده غير رقم زمان القرارين هم صح كده؟ أيوة. بإذن الله تم إتمام المزارع من أول لحظة إنه يزرع افتح الميكروفون لأنه هو أدى مبدئية لزراعة المزارع لو اتمنع المزارع من أول لحظة وحط ما يجب على الرز واتربط واتمنع واتعمل له إزالة كان ما كانش هتزرع لكن في موقع قانونية بزراعة إن الناس تشوف ده بتزرع والرز يكبر ويتكسب وبعدين تحط عليه غرامة سيادة النائب يعني أنا واحد يا سيادة النائب نعمل او نحل مشكلة للمزارع يبقى موجود نتيجة الصراحة الكلام اللي بتقوله انا قلته لسه من دلوقتي محمد بنعيده تاني بس مكرر عايزين المكرر او دراسة كلمة تعرض على اللجنة انا عايزين نعمل الاضافة يا سيادة النائب برديس يعني الوضع السياسي انا عايزين تمام يا سيادة النائب برديسي احنا معانا سيادة الوزير وراجل محترم هو اللي هيتبنى الفكرة مع البرلمان هيتبنى الفكرة معانا الراجل ان الحاجتين الطلبين الشرعيين هما طلبين شرعيين بأمانة التنسيق مع المجلس بحيث حصة المية مفيش اعتراض يا سيادة الوزير كلنا مقرين ان احنا زي واحد في جيبه 100 جنيه على قد 100 جنيه هنتصرف بس التوزيع العادل في 100 جنيه ده بالمثل البلدي الحاجة الثانية الغرامة صدقني مش عايزين نجد الفلاح اكتر من كده ما نتكاش على الراجل اللي هو طايع الدولة بيحب الدولة بيخدم على الدولة بيصحى بينام الساعة 8 بالليل بعد صلاة العشاء بيصحى قبل الفجر على زراعته معهوش حاجة تاني غير يزرع ويحصد ويورد في العربيات للأسواق عشان احنا ناكل مام حتى لو كان في زيادة في الأسعار لكن المنتج موجود لفضل الله وفضل الفلاح المصري فالطلبين دول يا سيادة الوزير دول طلبين كل نواب اللجنة بالكامل احنا موافقين عليهم وداعمين ليهم ونواب البرلمان لا الاول نقول اللجنة وبعد كده نواب البرلمان لو سمحت يعني نواب اللجنة اللي هو اللجنة المختصة بالزراعة وبالري وبعد كده نواب البرلمان يتضامنوا مع زمايلهم نواب اللجنة سيادة الوزير في تعقيب تاني عند عثمان وبعد عند عثمان عايزين نرفع الجلسة يا سيادة النائب من الساعة 10 يلا كلمة واحدة أنا عثمان أنت راجل كريم وخلصت على كده تمام عشان النائب فتحي قنديل كمان عايزين نقوم محمد بيه احنا من الساعة 10 الصبح اتفضل بعد كده النائب فتحي بعد كده سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس اللجنة الوزير طبعا احنا بنقدر جهود وزارة الري في كل ده في الوقت الحاضر أنا ليا اقتراح بالنسبة لتلوث مياه النيل العين بيرجع بسبب مباشر تعدد الجهات في الولاية على النيل لابد أن تكون هناك ولاية واحدة صاحب قرار في النيل لمنع تلوث مياه لأن طبعا الملاحظ إن وزارة الري ليها ولاية، الزراعة لها ولاية، البيئة لها ولاية، كذا البيئة لها ولاية، ده بيعوق وزارة الري في اختصاص الوسط، فده المفروض تبقى في ولاية واحدة هي صاحبة القرار وهي الوحيدة المختصة بحماية النيل من التلوث. أنا طبعا بدون صوت شكرا يا عمي ربنا يخليك يا رب اتفضل يا محمد بيه وبعدك السيده الفاضله كمان ما اقدرش
بس والنبي مش عايزين نطير والنبي عشان كده من الساعه 10 الصبح النبي فاتحه قنديل لمؤاخذه انا اسف حصل لبسه محمد بيه خلاص يا فتحي بيه بعد محمد بيه خلاص معلش دي عندنا معلش انا اسف اتفضل يا محمد بيه لا لا عفوا 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 و صح 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 لكن انا النهارده مش معقول ان انا افضل في حاجه متكرره يعني ايه متكرره؟ يعني فلاحين في مصر لازم يزرعوا رز وهيخلف طيب وطوال السنين بقى انا لعبت سنه 90 من يوم ما دخلت البرلمان ده وكل سنه وزير اعرابي او مطلوب فيه اللي هو ياخد القرارات وزراعه الرز يقول لك المي وتتضاعف ثلاث اضعاف. فاحنا انا ماشي على نفس الخطوه نفس الارض لازم يبقى هناك رؤيه من الدوله يعني وزاره المي مع وزاره الزراعه مع ايه؟ لجنه مع رئيس الوزراء يبقى في 90 يبقى انا لما اصعد اديله ايه؟ محصول ثاني لان الراجل بيزرع رز كل واحد بيزرع رز كان واقف رز بيزرع رز نمره واحده عشان ياكل ولاده شغل الامر الثاني اللي هو ايه؟ يكسب فيه، الامر الثالث حضرتك تديله مخاطره ويدفعها ويبقى برضه. انا هفضل عايش في نفس القصه دي صح يبقى ايه؟ القرارات الاداريه لا يمكن ان هي هتحمي ايه؟ هتحمي قرار الوزير مع زراعه الرز او عدم زراعه الرز. تمام. فبالتالي النهارده يبقى لازم الحكومه قدام الرؤيه. وهذا المطلوب حضرتك لان انا ايه؟ انا حاليا في ازمه في الميه. فما ينفعش ان انا افكر فكر في ايه؟ في قدر منتصر. فلازم النهارده الحكومه تدور تدور في ايه؟ في فكره عاليه. علشان حضرتك ايه؟ تحافظ على مكان ايه؟ لازم النهارده في تسعير للايه؟ للزرع البديله اللي هي كوره. حتى لو الدوله دعمتها لان ما دعمها افضل من ان انا ايه؟ اهدر الميه بتاعتي. صح. فيبقى هذا الفكر فكر اساسي ولازم يبقى تمام يا فندم. فاللي انا بقوله لحضرتك النهارده الامر الثاني محافظه الغربيه للمواطنين اللي هم على مصر الغربيه. بيقول لنا ايه؟ وزير الري بتاع جمهوريه مصر العربيه بيقول ان يخفض قصه المحافظات كلها ويجي في محافظه الغربيه دي بالذات دون عن 27 ولا 26 محافظه ولا 28 يبقى هي الوحيده اللي ما بتزرعش رز يبقى انتوا اكيد كنواب الحكومة نفسها ماشي في التجربة الربوية عاملين منها تجربة ربوية. الأمر الثاني هذا هو